وتعليقا على هذا التقرير مشاهدينا الكرام، معي عبر الهاتف الأستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أستاذ محمد تحياتي وأهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني طبعا احنا شايفين دور المجتمع المدني المصري مع دور المجتمع أو دور المؤسسات الرسمية لمصر، كيف يعني شايف هذا الوضع ازاي؟ وبعد هذا المؤتمر امس من كمية المساعدات اللي داخلة والدعم المصري لامس، يعني خليني في البداية يا فندم بقول لحضرتك ان الدعم المصري لم يكن جديدا. الدعم المصري بقالنا سنوات طويلة، والدعم المصري للقضية الفلسطينية ولإخواتنا في فلسطين مستمر. يمكن قطاع غزة كمان كان اصلا محاصر قبل الحرب اللي بتشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه، فكان في مساعدات بتوصل من مصر لاخواتنا في قطاع غزة. يمكن الحرب اما قامت بقالها النهاردة اكتر من 43 يوم، داخلين هو على شهر ونص تقريبا، وفي مساعدات باستمرار بتتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني المصري. يعني مؤسسات المجتمع المدني المصري بتقوم بدور عظيم من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة. النهاردة اكتر من 85% من المساعدات اللي وصلت لقطاع غزة اللي ارسلتها مصر، مصر بتتحمل على عاتقها القضية الفلسطينية بالكامل. كمان دعمنا لاخواتنا الكامل في قطاع غزة من مستلزمات طبية ومن مواد غذائية. يمكن اخر احصائية اصدرها التحالف بنتكلم في اكتر من 400 ناقلة لاكتر من 7000 طن من المواد الغذائية والمواد الطبية وكل ما يلزم اخواتنا في قطاع غزة. طيب لو عندك اي احصائيات عن كمية المواد اللي دخلت، المواد الطبية، يعني خلينا اقول لحضرتك يا فندم ان المواد الطبية احنا بنتكلم على حوالي 80 شاحنة محملة باكتر من 1600 طن مواد طبية. نعم. طيب ما زال التحالف الوطني مستمر طبعا في الدعم، ايه القوافل الجديدة اللي رايحة ان شاء الله؟ خلينا اقول لك ان منذ القافلة الثانية واحنا فاتحين جسر بري متواصل بيتم الارسال يوميا لاخواتنا في قطاع غزة. نعم. يعني الارقام اللي انا بقولها لحضرتك دي ارقام بتتغير، يمكن كل 24 ساعة في تحديث ليها وفي زيادات في الارقام. الجميع المؤسسات داخل التحالف الوطني ما زالت مستمرة في جمع مزيد من التبرعات ومزيد من المواد الغذائية والمواد الطبية لإرسالها في إخواتنا في قطاع غزة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التوضيح.